هذا له معنى مهم، لأن التلبية وقول لبيك هو إعلان الاستجابة لله والامتثال والطواعية لأمره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن فيهم بالحج، فمن وصل إلى الميقات يقول ماذا؟ لبيك، لبيك أنا مستجيب لك يا الله، أنا مستجيب لك يا الله. ولما يكررها يؤكد على نفسه هذا الأمر العظيم، وهو الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعد مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا، أن يمشي في الطريق إلى مكة لبيك اللهم لبيك ثم ينادى للصلاة فيتهاون فيها. هذه مشكلة خطيرة جدا. أين التلبية؟ والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. أين التلبية؟ أين لبيك؟ إذا كان يمشي، وحتى في مكة بعضهم في الحج ربما يتهاون في أمر الصلاة، ينادى حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا يلبي، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أين التلبية؟ إذا كان ينادى إلى أمر هو أعظم من الحج ولا يلبي النداء ويتكاسل، أين لبيك؟ ولهذا لبيك هذه تربي الحاج على الطواعية والامتثال والاستجابة لأمر الله عز وجل مع الإخلاص لا شريك لك، هذا إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة. المشركون كانوا يلبون، لكنهم يمزجون هذه التلبية بالشرك. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع المشركين وهم يلبون، فكان يقول قائلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذا وصلوا إلى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكفي، لا تزيدوا على هذا، فيزيدون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك. لكن الله عز وجل أكرمنا فأصبحنا نعلن ماذا؟ التوحيد، وهم كانوا يعلنون الشرك والتنديد في تلبيتهم، لكن الله خلصنا وأنقذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نلبي إلا بالتوحيد والإخلاص لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا